بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخذنا أول طريقة كيف نوجد المنتج عن طريق الموقع اللي اسمه زيك أناليتكس. اليوم أنا عندي أكاونت إي باي جديد، ولا في ولا منتج ولا عمري بعت عليه نهائيا. إيش الأكاونت هذا أعمل عليه؟ آسف، الأكاونت هذا أعمل عليه بدي أروح هلا أختار منتج من موقع زيك أناليتكس، يعني بناء على عملية البحث اللي لقيناها، وبعد ما اختار المنتج بدي انزله على هذا الاكونت الجديد ونشوف كم بده فترة حتى ينباع هذا المنتج. اذا الخطوات سهلة وبسيطة ان شاء الله تعالى، ونبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. خليني اروح على الاكونت العادي زيك اناليتكس، وبنروح لوجن، بنروح على امازون، وبنشوف اي منتج حكينا. اي منتج خلينا ننزل هاي بس. بدي اشوف منتج هيك بشكل سريع. طبعا اللي ما عارف شو، اللي ما بعرف شو بعمل هلا يروح على الفيديوهات الاثنين الماضيين اللي بنفس السلسلة هاي ويحضرهم. فبناخذ هذا المنتج، لا ما بدي هذا المنتج، بدي منتج يكون ضمن كاتيجوري انا بدي اشتغل عليه. انا بدي اشتغل، خلينا نحكي على الاوت دور. اوكي اوت دور بس. بحمل شوية بس لو سمحتوا. بدي اعمل هون اجهز هاي برودكت سيرش. بدي منتج ما ينكسر اثناء النقل والقصص هاي. خلينا نحكي هذا المنتج مثلا، منتج عشوائي بشكل كامل. انا شرحت لك كيف تشتغل هاي، هذا اصلا طلع نمبر فيرست سيلر على الاير تول. فبدي اعمل خلص، وباخذ هذا المنتج وبحطه هون، بتأكد من هاي الولايات المتحدة الأمريكية، فيرست برايس براند نيو، وبعمل سيرش. إذا هذا المنتج طلع عندي في منه 30 واحد عم ببيع من هذا المنتج، بأخذهم ال 30 وبعملهم زد سيلكشن. عشرة في المية، 30 ليستنج ما بدي إياه نهائيا، بدي أشوف أحسن واحد ببيع من هذا المنتج. هاي أول واحد عم ببيع قطعة شهريا، انسى لي انا ما بدي انه يبيع ولا ما يبيع، بدي نفس الشخص هذا اشوف شو عنده. فتحت اكاونته، سكر المنتج هذا شفناه. السيل ثرو ريت عنده 11.97 ما بدي اياه، اروح اللي بعده. سكر هذا الشخص اللي 11.7. طبعا بامكانك تستفيد حتى من عنده منتجات. هذا السيل ثرو ريت عنده 45%، ما شاء الله عم ببيع في الشهر بنص مليون. عظيم، يجينا الشخص نجيب منه بضاعة. تمام 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 بدي اشوف بضاعة انا رخيصة. هذا المنتج بدي اشوف هذا المنتج. تمام هذا المنتج تلاقيه موجود على امازون، ممكن ثمن وكم. اسف. بفتح المنتج نفسه اللي انا بشتغل عليه، بكبس هاي الكبسة. فتح المنتج صفحة ثانية. اذا كانت نسبة المبيعات للمنتج هذا نفسه اكثر بعمل زيك سيلكشن، بس هيك بعمل زيك اكثر من 10 خلاص لا تشتغل عليه. بس بدي اشوف المنتج شو احصائياته. المنتج 56% ما بناسبني، بناسبك فوق 100%، وعندك اصلا اكثر من 10 فاعمل اكس عليه شوف غيره بشكل سريع. حط 8 و16 دولار، 8 و16 دولار. اوكي برضو كمان نفس العملية، كم واحد يبيع منه؟ يبيع منه 21، سكره. هذا المنتج كم؟ 8 و9 دولار. سكر هاي التابات بس. ليش فتح عندي هون؟ ما بدي يفتح هون. أنا شو اللي فتحته بالضبط؟ هذا المنتج بالضبط. حكينا نعمل هيك 31، كله كثير، كله عم بيبيع منه ناس كثير. ننزل لمنتجات مش معمولة لها سكان. هذا المنتج مثلا حقه 26 دولار، نفتح زي هيك 8. حلو، أقل من 10. تمام نشوف شو وضعه أصلا. هو كم عم بيبيع منه هذا المنتج عشان أشوف؟ أنا مش داخل على منتج عم بيبيع منه 17 شهري. أتوقع المنافسة حتكون لا 212%. كويس، سيل ثرو ريت 212%، وكله عم ببيعه هذا الزلمة، فلا ما فيش له منافسة، يعني كل اللي عم ببيعه مش عم بنفسه. برجع هون كمان
اي 31 دولار. تمام، هفتحها. كم واحد عم بيبيع منها؟ عم بيبيع منها 11 واحد. خلينا نشوف. تسعين في المية وتاشر واحد عم بيبيعوا بشكل مختلف يعني من واحد للثاني. إذا أنا مش عم بلاقي منتج بسهولة زي ما أنت شايف. خلينا نشوف إيش هاي، كم سعرها؟ سعرها 26 دولار. هات لي 26 دولار. 25 واحد سكرها. العملية مش سهلة يا شباب. خليني أشوف هذا البورد، 12 قطعة عم بيبيع منها. 45 واحد. إذا اللي استفيد إنه هذا التاجر مش هيناسبني. ليش؟ لأنه في كثير ناس عم بيعملوا كوبي بيست، فأنا بدي أدور على تاجر هيك متواضع زي هذا. هذا عم بيبيع صفر، لكن بدي أشوف أصلا أنا شو وضعه بشكل عام. خليني أفتح، بدي أشوف هذا كمان عم بيبيع صفر، بس بدي أشوف شو عم بيبيع. وبدي أشوف كمان هذا، يعني مش غلط تشوف التجار هذول اللي تحت 5000، تحت 4000، شو عم بيبيعوا، اللي عندهم فيدباك تحت 4000. يعني 32% ممتاز. 87% هذا عظيم، هذا مبدع في المتجر. وكم عنده؟ 3600 بس. 55% وعم ببيع ب 10000 ولا 110000 عم ببيع. حلو حلو، الثلاثة ممتازين بالنسبة لي. تعال نطلع، هذا الزلمة عم ببيع هاي 26 قطعة ب 27 دولار. تعال نشوف شو هي. عم ببيع من 9 أشخاص. خلينا نشوف كيف وضع موضوع 9 أشخاص. زي أنا قلتلك بسرعة. خلينا نكمل هون كمان نشوف هذا الشخص. خلينا نكمل شخص شخص. معلش. حلو، 366% عم بيبيع 28 قطعة منها. شوف زي ما انت شايف العنوان هون ممكن له تحسين شوية. عنده 28 قطعة بيبيعهم شهري. السعر تبعه أرخص من الباقيين، أرخص واحد بالضبط. القطعة هاي شو وضعها؟ منين عم بيجيبها؟ نعمل كنترول سي، بنروح هون كنترول بي، بعمل لي هيك. امازون لقيناها اول وحده، وفي بول مارت، وفي كمان بول، لا بول مارت. خلينا نشوف هاي وحده. امازون عم ببيعها ب 27. هو استلم، اسف، استلم هذا عم ببيعها بنفس سعر امازون، فيبدو ان هالقطعه له اصلا في امازون. شو اسمه هون المتجر تبعه هو اصلا؟ لا جرين هون. تمام، هون عم ببيعها نفس السعر اللي عم ببيعها بول مارت امازون، فهي مش فرصة لنا، نتركها. المنتج هذا نتركه، نشوف غيره. نشوف هذا المنتج، سكر. نشوف هذا المنتج. العملية مش سهلة زي ما حكيت لك، لكن إذا تعطيها شوية وقت ومعك شوية حظ ممكن تلقى بسرعة. ما بدك حظ، بتطول شوية بتلقى منتج بتبيعه. هذا المنتج اصلا ما بعرف شو هو، بس في 75 واحد عم بيبيعه. سكر. مش هقعد انافس 85 شخص يعني. ايش هذا المنتج؟ نايف. وين راح؟ ليش فتحته هيك؟ فتحته من هون. حتى من 33 دولار. عم بيبيع منه 24 واحد. يا أخي كثير. في منتجات خلص معروف إنها ناجحة يعني. نسكر على التاجر هذا مش مشكلة. بنشوف هذا التاجر مثلا، هذا التاجر متواضع نوعا ما، عنده 10000 شهري وعم بيبيع أشياء بس هيك منزلية. طلع كيف؟ خلينا نختار أول منتج عم بيبيع منه. عم بيبيع 29 شهري. نفتح سهيك. واو، 100 عم بيبيعوا منه، 100 ليست فيه. هذا أتوقع هاي المنتجات كلها حيكون كثير. نشوف هذا المنتج، 7 عم بيبيع منه شهري. آسف، 39. زي ما انت شايف العملية مش سهلة كثير. لكن بدك تتعب شوية لما هذا المنتج، هذا الزلمة عمل لنا منتجاته. خلينا نرجع لهذا الشخص، نشوف المنتج الثالث، نشوف المنتج الرابع الخامس، هذا أو مش عارف الخامس أو السادس. خلينا نشوف منتج هذا عليه 15. طيب 15، خلينا نحللهم ونشوف شو وضعهم. وهذا الشخص هاي 59. واو، انسى.
نشوف هذا المنتج عم ببيعه، بشوف هذا المنتج عم ببيعه، أتوقع كمان حيكون عليه مبيعات كثيرة. داش، لا كويس، داش هاي ذكاء الردع. تمام، 106% بحكي لك هذا المنتج، 106% كويس، يعني فوق 100%. عم ببيع 13، عم ببيع 2، عم ببيع 1، كلهم متفوقين، مش راح اشتغل عليه، سكره. 109% كمان عم يبيع 12، 0 0 0، كمان في سي عم يبيع 0، فهو ما في السوق، فسكره. نشوف ايش هذا المنتج. اتناش ثيك اناليتيك، ثلاثة وثمانين في المية مش مناسب لي، بس اشوف هو عم ببيع منه لوحده. طيب انا هيك طولت صح، فبرجع اشوف كمان تاجر جديد. نشوف هذا التاجر، ثلاثة واربعين في المية من اندونيسيا، 100% دروب شيبر. هذا 100% دروب شيبر، وهذا من هلا بحكي لك بامكانك تتابعه، يعني بغض النظر عن الارقام هاي. هو عندك 43% وعندك من اندونيسيا الزلمة، فبدنا نشوف شو عم ببيع. هاي عم ببيع لها 17 قطعة، ومش كثير سفاح، يعني 41 فيدباك سكور. هاي 17، نعمل زي هيك. عنده ثلاث قطع، في ثلاثة ببيع من هاي القطع زي كانتك. واو، 556%، بس هو مكتسح السوق تقريبا فيها. ليش مكتسح السوق فيها؟ يمكن بيعمل اعلانات، يمكن الى اخره، وموقع من امريكا عم ببيعها. فتترو الى اخره، نعمل كوبي للمنتج. عم ببيعه بكم؟ هو عم ببيعه ب 8 دولار، ونعمل بيست. على امازون 7، عنده هو ب 8، فبدي اشوف انا في غير امازون ببيعوه ولا لا. في الموقع نفسه مثلا، اتوقع في وولفرز. هاي 17، وولمارت كم ببيعه؟ 8. مو وولمارت اغلى من امازون، فهو بامازون موجود، اتوقع نفس المنتج ولا مش نفسه. وين راح المنتج؟ تيترا ويسبر، لا مش نفسه اعتقد. 12، استنى. طب انا لو اخذت هذا المنتج مثلا قريب منه، انا ما بدي اكمل الفيديو لانه بصراحة حسيت اخذ وقت، فبنكمل في الفيديو. هل هو نفس المنتج؟ لا، ناخذ نفس العنوان من امازون. تمام، خلينا ناخذ نفس العنوان، بنروح على زيك اناليتيك، وبنروح على برودكت ريسيرش، وبنعمل كمان مرة جديدة سيرش فور، بنحط سيرش. كويس، في كثير ناس عم ببيع، بس يعني مش نفس الشيء، مش نفس المنتج، هذول نسخ مختلفة من المنتج. شوف، طلع أشياء مختلفة من المنتج، والمنتج سوري، نعمل 100، نعمل زك سيلكشن. طلع عدد المبيعات، عدد المبيعات الشهرية له 2600، إذا هذا منتج جيد. ليستنج 100 عندي، والسيل ثرو ريت، يعني تخيل، مع إنه في عندي 100 ليستنج، لكن السيل ثرو ريت هي أكثر من 100%. إذا أنا بدي أشتغل على هذا المنتج، برجع على أمازون، بروح على سوري، برجع على أمازون هون، أكاونت جديد على إي بي، هي موجود هون، بعمل كنترول سي، بعمل هاي نزلها تحت بس. أوكي، ستارت وذ ذيس تايتل. تمام، ليش تطلع هنا خربت؟ بنروح ننزل مثلا الصورة هاي، سيف ايمجز ديسكتوب، وهاي سيف، حلو، وهاي كمان ديسكتوب سيف. وهاي كمان ديسكتوب سيف ايمجز ديسكتوب هاي سيف. سيف 3 صور، بدي اخذهم.
بس أوقف الفيديو ثواني وأرجع لكم لو سمحتم. رجعنا لكم من جديد، ضفنا اسم المنتج زي ما هو هيك بالضبط. ما راح أشتغل يعني 100% بروفيشنال في هذا المنتج بالذات، لكن الهدف إنه أنا اخترت المنتج بدي أنزل زي ما هو وأشوف شو بصير عليه. تمام، UPC does not apply، الكونديشن new. تمام، وأد فوتو، بنضيف صورة، نضيف الصور الثلاثة هايهم، نعمل open. حلو، accept all، بحكي لك add add. تمام، كل هاي المعلومات بال description بدي أجيبه من أمازون. روح على أمازون، وهاي description الثلاث نقاط هذول كبداية، هاي description، نعمل هيك ونحط العنوان كمان for the description عشان يكون ك CEO يعني. حيتحدث في كل شيء بالتفصيل في المستقبل إن شاء الله تعالى. عندي الثلاثة هاي المين بيكتشر. تمام، ايش في عندي كمان، ايش في عندي، ستارتنج برايس، وعم ببيعه بكام، في 7 دولار. انا لانه كاونت جديد فبدي ابيعه مثلا في، خليني احكي 8.99، يعني يمكن اطلع خسران شيء بسيط. لكن الهدف ايش هو الهدف عندي من هاي العملية؟ الهدف يا اصدقائي اني افتح ليمت اكثر للاكاونت تبعي. ف8.99، اوكي بايت ناو، بخلص ستارتنج برايس بس 8.99، وحتى بايت ناو بدها تكون 8.99، ماست بي اتليست اوكي. لا هذا ليش اوكشن؟ انا لا ما بدي اوكشن، بدي فيكست برايس. فبايت ناو حتكون 8.99 زي ما حكينا. كوانتيتي عندي خلينا نحكي 3 أو 4. باي بال، تمام، هاي باي بال، لا ما بدي immediate payment with buy with buy now، ما بدي immediate payment، ما بدي إياه يدفع دغري يعني، فهمتني؟ تمام، نعمل هاي domestic return اللي هي إنه يقبل إعادة المنتج. شايف كيف؟ نشوف شو في نقاط لازم كمان أتأكد منها. شيبينج، طبعا انا اكونت جديد حكيت لكم بعدني مش مجهز فيه لا شيبينج ولا شيء ولا بوليسيز ولا ما يحزنون. فبنعمل شيبينج ديتيلز، دومستيك شيبينج، نعملها فري بالضبط، نعملها خلينا نشوف من كم لكم يوم. من واحد، سايف ستاندرد شيبينج هاي من 1 لـ5 ايام، الكوست هيو فري. لا ما في شوفر بيك اب، هاندلنج تايم بتحكي 1 يوم 1، انترناشونال شيبينج نو انترناشونال شيبينج، الباكجينج هاي خليها فاضية. ايش بدي اعمل كمان، ما فيش اكسكلوجن، اذا بدك اماكن ما بتشحن عليها. ايتم لوكيشن، وين موجود المنتج تبعك، بدي احكي موجود مثلا في يونايتد ستيتس. تمام، تحكي مثلا موجود في نيو يورك مثلا. نكمل، بدي احط اعلان ولا لا؟ ما راح احط اعلان حاليا على المنتج. شايف هاي، بس تحط اعلان، بس تكبس هاي الكبسة بصير ايش، في عندك اعلان باخذ تقريبا قيمة 5.2 من سعر المنتج اللي تطلع تقريبا 47 سنت. منتجي جاهز تقريبا، وبدي اعمل له ايش، بتسجل هاي بس سوري، تعمل له ليست ايتم. احكي لي اعمل تسجيل دخول وانا راح احكي له ولي. هاي ساين ان، دخلت بحكي لي verify your identity. تمام، فانا راح اعمل before finalizing we need to make sure your that you are you، يعني انه انت first make sure you contact info. okay تمام، بدي اعدل العنوان هذا، بدي اعدله وارجع لكم. بس تمام، حطيت عنواني انه في امريكا، تجربة لان هذا اللي عملته انا لما فتحت اكونت الاس ام سي انه في امريكا، وحطيت رقم تليفون اردني، فبعمل text me
استنى سكيورتي كود. وصل. 1395 1395 تمام. كونتينيو. انا حطيت شايف عنواني واشنطن سوماس، سوماس واشنطن بلا 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 الى اخره. نشوف هل قبل. بعمل ليست ايتم. باي بال. بيلينج اجريمنت كونتينيو تو باي بال. تمام. خلص مع باي بال وارجع لكم، لانه انا بس بدي اعمل موافق، احط عنواني وايميلي واعمل موافق وخلاص، يعني ما في اشي مميز فيه. خلصت عملية باي بال كلها تقريبا بعشر ثواني ممكن. ليش هي صارت مين بيكتشر؟ لا انا بدي هاي مين بيكتشر، فايش بعمل عليها؟ بعملها هيك بس، بجرها بصير هاي. بعمل ليست ايتم. تمام مبروك، اكونت جديد يا اخوان، وعملته امريكا كمان، يعني عملت العنوان تبعي امريكا. في حال صار، لا انا طبعا عندي اكونت من 2016 واكونت 2017 واكونت 2018 واكونت هيو جديد هذا 2019، يعني عندي 4 حسابات اي باي، هذا اخر حساب فيهم. ف بصراحة العملية سهلة زي ما شرحت لك، زي ما وضحت لك كل شيء. اخترنا منتج، في نقاط لازم احكي عنها اكثر عشان تختار منتج بيبيع معك والله العظيم خلال 3 4 ايام بيكون بايع لك اول قطعه، او خلينا عشان يعني عشان اليمين نحكي اقل من اسبوع يكون بايع منه، وعشان ترفع الليمت تبع حسابك. بعمل ام دن ناو. انسى هاي. اوكي هاي منتجي نزل عليه 1 فيو. تمام حلو، منتجي عليه 1 فيو ونزل. لو افتحه زي هيك، ايش اسم المتجر تبعي؟ شاكر. شو هاي شاكر؟ مش عارف شو الاسم اللي مختار لي اياه. شايف صفر بعده جديد، صفر ولا عليه ريفيو ولا اي شيء. بدي اغير اسمه بعدين لاحقا، بغير لكم بعدين فيها في فيديو خاص، لكن زي ما انت شايف منتجي نازل وتمام، وانا بجيبه من امازون ومش شكله محترف، بس انه تعلمت كيف انت. الموضوع مش صعب، بحكي لك صعب وراح اسكر حسابك وابصر شو. لا انا سكروا لي حسابي، لو صار اي مشكله على حسابي بكلمهم عن طريق التليفون وبحكي لهم 1 2 3 انا حسابي ليش سكر، بعطوني السبب، بعطيهم تفسير وخلاص. الحساب هيكون شغال معكم هذا في الكورس اللي ان شاء الله حنشتغله على يوديمي، والفيديو اللي حنزله على قناه اليوتيوب. ويعطيكم العافيه. بس قبل يعطيكم العافيه الله يعطيكم العافيه دائما طبعا، خليني اشوف شغله بحسابي بس. اروح على ماي باي سيلينج. You got it. انزل للأسفل شوف كم بعطيني. 10 منتجات فقط لا غير، 10 منتجات فقط لا غير. طبعا حسابي الثاني كمان اللي عملته 2018 اعتقد عليه 500 ألف منتج هون، يعني انا بقدر ابيع عليه 500 ألف منتج في نفس الوقت. وشوف الليمت كثير قليل، الليمت كثير قليل، فانا ما معي كثير خيارات، فلازم ابيع عشان يرفعوا لي الليمت. شكرا لمتابعتكم، اتمنى تكونوا استفدتم الفيديو يا رب، وان شاء الله تجي مبيعات على هذا الحساب ويصير حساب رسمي كمان، ونراكم في فيديو اخر.